مع السمة، سمة جديدة من سمات هذا القلب، إنه قلب عنده رأفة، قلب عنده رحمة. إزاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف ربنا علمنا إيه. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل سيدنا المسيح، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، شوف ركز معايا، في قلوب، في قلوب، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. يا القلب السليم قلب رؤوف، قلب رحيم. شوف ربنا لما مدح سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام في آخر سورة التوبة، قال ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن يراكم في عنت. العنت يعني المشقة، يعز عليه، ما يرضاش لينا المشقة، يتعب قوي النبي لو شاف حد فينا في مشقة. شوف عزيز عليه ما عنتم، اثنين حريص عليكم منتهى الحرص، ثلاثة بالمؤمنين رؤوف رحيم. مين عايز يقلد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مين عايز يقلد النبي؟ أيوة احنا عايزين نقلد النبي. شوف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قلب في رحمة، قلب في رأفة. انت عايز يبقى قلبك سليم لازم يبقى عندك رأفة، لازم تبقى رؤوف، لازم تبقى رحيم، لازم تبقى رحيم بالناس، لازم تبقى رؤوف بالناس. انا كده، لا ما فيش حاجة اسمها انا كده، انا جديد، ما فيش حاجة اسمها كده. خليك رؤوف، خليك رحيم، خليك رقيق القلب، خليك رفيق. ان الله اذا احب اهل بيت ادخل الرفق عليهم، ان الله رفيق يحب الرفق، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. خليك عندك رأفه حتى في عبادتك، خلي عندك رفق، خلي عندك رحمه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. إذا كنا بنتكلم عن قلب رحيم، قلب في رأفة، يبقى رقم واحد بالوالدين، خليك رحيم ببابا وماما. بزعل قوي والله يا حضرات، بحزن قوي لما لاقي ابن عامل ندية مع مامته أو مع باباه، حتى في أسلوب الحوار، إيه أنت بتقولي إيه إيه وإزاي يا ابني؟ مش كده عيب. ولادي اللي شايفيني دلوقتي، عيب يا حبيبي، عيب، دي ماما، انت مش سامع كلامها غلط اصلا. حتى لو غلط ما يصحش يا ابني، والله ما يصح يا اخي. ده القران بيقول واخفض لهما جناح الذل، اتذل لبابا وماما، عيب كده، عيب يا ابني. ما تعليش صوتك يا شيخ، مش هعلي صوتي، عيب يا ابني، ها عيب، ما يصحش. ربنا اللي قال كده واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خليك رحيم يا ابني بابا وماما، خلي قلبك رحيم عشان يجي ولادك يرحموك، خلي قلبك رؤوف عشان يجي ولادك يبقى عندهم رأفة بيك ورحمة بيك. خليك رفيق، خليك رقيق، خليك دمث الخلق، خلي أخلاقك طيبة كده. إذا كنا بنتكلم عن القلب الرؤوف الرحيم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يبقى رقم واحد للوالدين. ومين بعد الوالدين؟ القربة واليتامى والمساكين، طبعا أهلك في المقام الأول، ها، واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار وجارك. خليك رحيم مع جارك، خليك رؤوف بالناس، خليك رحيم مع بلدك، خلي عندك رأفة لشعبك، خلي عندك رحمة بالناس، خليك رؤوف ورحيم مع الناس. الرسائل دي يا جماعة أنا ما بطلعش أقولها في الكلام الطيب أو كلام بيتقال، والله الكلام ده لو اتطبق في مجتمعاتنا هنبقى أحسن مجتمعات. قلب الرؤوف الرحيم. خلونا نطلع فاصل.